المساجد وهنا تنشوفوا مسجد القصبة بمراكش ومسجد الكتبية الأدوات الموسيقية التي كانت مستوردة كالطبل والطعريجة والدف. هذه كتابة ضوئية بالنسبة للمغرب سوف تعطيه فرصة للتأمل في تراثه، لأن التراث غني في المغرب الوسيط، والمغرب يعد من أهم الدول التي تحافظ على تراثها الوسيط، فهو فرصة للتأمل في ترميم هذا التراث وفي حفظه وكذلك في إنشاء مؤسسات متحفية علمية خلال عهد صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي يرسخ لثقافة التسامح والعطاء والتبادل وكذلك تقريب المعلومة الثقافية من المواطن المغربي ومن ووسيلة أيضا لتقريب الأمم فيما بينها. Au moment où, sur la sphère, sur la scène internationale, il y a une démolition du patrimoine dans d'autres régions, au Maroc, on est en train de montrer la richesse de ce pays. Et ça, c'est extraordinaire. Ça montre aussi que dans ce pays, on est capable de faire le défi d'exposer et de mettre en relief la culture arabo-musulmane pour la compréhension, pour la communication entre nous et avec les autres, et montrer les bons moments de cette histoire médiévale qu'a connue le Maroc et les pays environnants.